تحية لكم أيها المشاهدين الكرام. نحن نقترب من الدخلة على بعد 200 كيلومتر، لا طير يطير ولا وحش يزهر. رائعة هذه الطريق وجميلة، نحن تحت أشعة الشمس وقبة السماء. تحية لكم من مدينة بوجدور وهذا المدخل. نحن قطعنا حوالي 1100 كيلومتر لنصل إلى هذه المدينة، ولازمنا نواصل المسير بإذن الله تعالى نحو الدخلة، وتبقى لها تقريبا 400 كيلومتر. هذه مدينة بوجدور، مدينة وسط الصحراء المغربية بين العيون والداخلة. أكبر نقطة دائرية وسط بوجدور. مدينة بوجدور وهذه ساحة سيريس وسط المدينة. نحن تفاجأنا بالمشاهد الرائعة في مدينة بوجدور، وأيضا بالعمران و الشوارع كبيرة. يا سلام، ولها شاطئ يوجد هنا على اليمين ومخيم، والطريق هنا المؤدية إلى الداخلة. تحية لكم من مدينة بوجدور، نحن في اتجاه الداخلة على بعد 338 كيلومتر. غويرا 693.